السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا الحباب في قناة نجا تيرية، مرحبا بكم. صحة صيامكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، شنورتوني كالعادة. اليوم راكم تشوفون دخلوا في مجال الحلويات، جبت لكم حلوية قديمة قديمة عريقة عريقة في الجزائر، هي حلوة الغربية وكم نحبوها وكم نموت عليها خاصة في العيد. جبتها لكم بالصح يا بنات على طريقة تقليدية، ما درت فيها ولا إضافة. راكم تشوفوا كيفاش خرجت، إن شاء الله هي تكون عجبتكم. تابعوا طريقتي اللي هي يعني من الطريقة القديمة، يعني ما فيها ليفيوغ، ما فيها ولا حاجة زيادة. راح تشوفوا المكونات هنايا. دونك هنا راكو تشوفوا كيلت هنا بهاد الكاس، راكو تشوفوا فيه شوب مويا، ما كبير ما صغير. هاد الشوب خرج لي واحد 15 حبة، اوكي 15 ولا 16 حبة يعني. دونك راكو تشوفوا هدايا كيلت به 3 فارينة، وراكو تشوفوا هنايا السكر سكر غلاس كيلة إلا شوية موان أن دوا، داكوغ، باش ما تجيش يعني حلوه حلوه بزاف. وهادو راكو تشوفوا 3 فارينة راهم مغربلين هاونيك. عمرت هاد الشوب به 3، دونك 3 بكيلة تاع السكر، كيلة ناقصه سكر، قرصه ملح، ونفس الكيلة هذاك الشوب هذاك راح نعبر به ليدام. ليدام البنات اللي ما عندهاش يدير الزيت، زمان كانوا يديروا بالزيت، مي الاصل 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 تاع الغربيه تندير بالزبده. كما قلت لكم البنات اللي كانوا حضروا معايا اللايف تاع الاول البارح، يعني تقريبا حلويات تقليديه تاعنا تقريبا كلها فيها زبده. بون معليش كل واحد ومقدوره، انا هنا خلطت شويه زبده وحنخلط شويه زيت راح تشوفوا. دونك هنايا نبداو بالنواشف. راكم تشوفوا يعني مكونات بسيطه بسيطه، ما فيها والو، ما فيها ليفيغ، ما فيها فاني، ما فيها والو البنات. هذه هي الغربيه الاصليه القديمه على الاقل تاع امهاتنا يعني. بون كاين اللي يديروها يعني حسب المناطق، يعني هذه تمتد يعني حتى في بلدان المغرب العربي كامل يديروها. المغرب يعيطوا لها الغريبه، تونس الغريبه ثاني، نسيت كيفاش يعيطوا لها في تونس، سمحوا لي، مي هكذا هاد الغريبه ولا عفسه هكذا، وحنا الغريبيه. كاين اللي يزيدوا لها اللوز، كاين اللي يديروا لها الجوز، كاين يديروا لها البندق، يعني كل واحد كيفاش. انا جبت لكم على ابسط طريقه ممكنه وعلى طريقة تقليدية. يقال ان اصل هاد الحلوى عند من اسبانيا مونتيكاو، كاين يقولوا كاين مون لانه الاخر تاع الشكل تاعها على شكل كوم مون هضبه ولا جبل ولا، يعني نسبه الى مونتيكاو كاين هذاك شغل الجبل. وكاين يقول لك لا باسكو بو هنا راني نخلط بيدام، درت شويه زبده وراكم تشوفوا شويه زيت. تحبوا ديروا مارغرين وزيت، تحبوا ديروا سمن تانيك تانيك تندير بسمن. شوفوا البنات كيما حبيتوا، ما عندكم والو ديروا الزيت تو سامبلومون، بصح بالزبده تجي بنينه بنينه صدقوني. سيو ما قلتها لكم ودائما نعاودها لكم، واش ان باكي تاع زبده 14000 ولا 20000 يا سيدي، اسكو خساره في عمركم وحاجه بنينه وحاجه صحيه ومره في الغره؟ جربوا البنات جربوا وصدقوني راح تلاحظوا الفرق، والله تلاحظوا الفرق في البنه. دونك فوالا راكم تشوفوا فيا لي دام راني نزيد فيه غير بالعقل. المهم هاد لي دام هو اللي حيطم هاد لاباط البنات. هاكو تشوفوا شو جو سي في اون تران دو فير ان بتي سابلاج هاوليك بيدي. فوالا شوفوا كيفاه ولات، وشوفوا لي طاب المهمه دوك انا نحيتها من هذاك باسكو الى عندكم صحفه ديروها في الصحفه. شوفوا كيفاش راني ندخل في لي دام هنايا غير بالعقل، هاد الخطوه مهمه جدا باش ندخلوا هذاك الزيت هذاك لي دام يدخل وتشربوا مليح الفرينه، لاني ما راني حلم بوالو، هذا هو اللي حيتلم به. دوك تشوفوا راح تتلم غير بالعقل، مولو مولو خذوا وقتكم. فوالا هنا مانيش دايره، راني دايره سرعه عاديه، مانيش كما نقولوا ديت الغالونتيسور هذاك، انا غير بالعقل. راكم تشوفوا شوفوا كيفاش دوك نوري لكم هنا. شوفوا راني نواسي ونعاود نصابلي ونعاود ونحك بين يدي باش هذاك السكر يدوب في هذاك الزيت. شوفوا شوفوا كيفاش راني نمحق بيان بين يديا. قلت لكم بنات هذه على الطريقه القديمه. كاين دوك لا يديروا في الروبو يدربوا مليح الزبده مع السكر ومن بعد يزيدوا. شوفوا هنايا هذيك ثاني طريقه، مي انا دائما كما تعرفون نجيب لكم حاجه على الطريقه القديمه وبسيطه. كاين ما عندهمش روبوات، كاين ما عندهمش، يا سيدي هاي ديك ديروها وتجيكم لاباس عليها. فوالا هذه خطوه مهمه البنات، تري تري امبورطون ايتاب. فوالا خذوا وقتكم
هنا ما حبيتش نحي لكم من حبيت نقطع حتى مقطع هنايا باش تشوفوا يعني كل الخطوات. شوفوا هنا كي بدات تنطم، شوفوا بون طبعا مازال فوالا، شوفوا كي بدات تنطم بين يديا. كون تشوفوا كاين واحد المشتركه سقساتني نهار اللايف قالت لي كيفاش ما ديرهاش لا ليفيغ وتجي مشقه. دوك نقول لك حبيبتي، دوك تشوفي يعني ناكد يا بنات الغريبيه، يا بنات يا من جيلي بنات السبعينات والستينات والثمانينات، الغريبيه اول حاجه تعلمناها ياك، اول قاطو تعلمناه كنا صغارات هو والموسكوتشو وحلوه الطابع. اسكو كنتو ديروا لا ليفيغ يا بنات؟ انا كنت نديرها نشفه بون، مره تجيني معوجه مره بصح ما تهبطش، ديري الغريبيه تفش كومون دير سي سا تهبط البنات لا فورم تاعها تروح. عفوا شنو يقول ديروا لا ليفيغ جو دي نيمبورت كوا. فوالا اكو تشوفوا كي انطمت، هاي اللي كنطمت فوالا، ديروا النومبر دو بول كيما حبيتو على حساب. انا درت اكو تشوفوا درت يعني في شوب مويان كاس مويان يعني درت دو بول هكذا، نحطهم دون ان ساشي ونديرهم في فريجيدير. هذه هي الفكره باش تجي مشقه، بيان كو يعني للامانه زمان ما كناش نديرو فريجيدير، نخليوها تريح بصح ما نديروهاش فريجيدير. مي دوق ولاو يقولوا لازم تجيك غريبيه مشقه، حنا زمان ما كانتش عندنا شرط انه غريبيه تكون مشقه. مانيش عارفه هذا تشاطروني الراي يا بنات، بنات لي من جيلي اسكو غريبيه تاع امهاتكم وتاع جداتكم كانت تجي مشقه؟ مانيش عارفه، حنا كان انوتخ غاتو يعيطوا له المشقه يشبه الغريبيه ويجي مشقق ويديروا له من الفوق سكر غلاس، هذيك هي اللي تجي مشقه. الغريبيه حنا ما كانتش تجي عندنا مشقه البنات، مانيش عارفه قولوا لي ربما من منطقه واحده اخرى. المهم اللي حبوا تجيهم غريبيه مشقه هاي ليك لاستوس، حطوها في الفريجيدير بعد حطوها على الاقل ساعه. هنا راني نبلاطي فيها ليجيرمون باش من بعد كي نواسيها يعني عادي تحبوا تخليوها ماشي مشكل، ولا باش ما ديكمش بلاصه ولا سيتو. تقعد في الفريجيدير تريح لمده ساعه ومن بعد نفاصونيوها. البنات كي تدخل للفور وتكون شويه بارده، هذاك لو شوك تيرميك ما بين الفور شو والغريبيه بارده هو اللي يدير شقق. فوالا تو سامبلومون. فوالا جات ساعه البنات، هاني خرجتها من الفريجيدير، صح تكون شويه يبسم على الاول. هنا لا شالور تاع يديك، السخانه اللي في يديك هي اللي تعاود تعطيها الطراوه. وشنو خذوا وقتكم شويه ما تقلقوش. شوفوا هنايا مانيش حابه نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش راني نديرها اون طون ريال كيما يقولوا. شوفوا هاي ليكم بعد شويه هكذا واحد ميم با دقيقه ميم با، بعد الثواني تسخن فوالا هاي نطاعت في يدي. هاي ليك شون تخان دلا فاسوني، ديري دابور دويرات كويرات، تحبوا ديروا كويرات هنا راني ندير بعيني ميزاني، ديروا الحبه كيما حبيتو، تحبوا توزنوا باش يجيكم على حبه سي كون فوفولي. انا درتها هكذا عيني ميزاني مورفا نديرها فوالا. شوفوا ديروا كويرات ومن بعد ما بين زوج صبعتين هذوك ولا ثلاثة صبعتين نبداو نفاصونيها تجيو شوية عالية البنات. الغريبية تجي لازم سي تامون لازم تجي شوية عالية، باسكو علاه ديجا في الفوغ تزيد تهبط ليجيغمون، دونك لازم سيغتو سيغتو إلا درتو لها هذيك لا ليفيغ ألوغ لا تهبط البنات. والغريبية تجي عالية نشوفوها راهي تجي بلات سي با نورمال، مانيش عارفة دوق صح يا كل واحد عوايدو تقولوا لي، مي بون انا نقول لكم اللي كاين وانتم دبراسكم نتوما حرين كل واحد حر في بيته. هايلك فوالا كيفاش تفاصوني، ديروا اولا دويره عادي من بعد نبداو ندورو بصبعتينا كيما راني نوريكم وما بين لا بوم دي مان. فوالا تحبوا ديروها هكذا تحبوا ديروها هكذا، راني درت لكم دو موديل، وحده جايه شوم فرشه كيما نقولوا وحده جايه فريمون مقبه سي افو دو فوار. فوالا انا حنديرها كيما الثانيه هذيك نحب هكذاك واني زدت شويه فاصونيتها. فوالا فوالا هاي لك يا بنات، هذه هي الغريبيه تو سامبلومون. اللي ما عندهاش اللوز ما عندهاش تاويل شويه زيت خلطي لها شويه مرقانين لحبيتي، خلطي لها شويه سمن لحبيتي، ولا عندك زبده افضل وافضل لان الوصفه الاصليه بالزبده. فوالا بنات اللمسه الاخيره وال يعني لانكونتورنابل توش كما يقولوا سي لا كانيل اللي هي القرفه. فوالا تجي من الفوق، انا جو كونسوا با غريبيه بلا قرفه. وهايلك في الفور يكون بريشوفي، طلعوها الفوق 180 درجه البنات غير تبدا تشقق طفيو عليها. اوكي
تبدا تطيب انا خضت لي واحد 15 دقيقه فوالا هاي ليك البنات شوفوا كيفاش تجي لي جيغمون تجي طيبه من التحت ما تشعلولهاش من الفوق باسكو الا كان الفوق بريشوفي تكون سخون الفرن مليح بيان سور نسيت ما قلت لكم هذه الخطوه شعلوا الفوله وسخون ديروها الفوق ديروا لها الفوق مويان مويان في الغريل مويان اشعلوا لها غير ابتي فو غير تبدا تشقق طفيو لها كل فور كيفاش كاين الفور هنا شوفوا نوريكم شوفوا كيفاش هنايا لا تيكستور تاعها شوفوا كيفاش جات فوندونت شوفوا اوكي ولا جاتكم ممكن انا سامع غير فاك تشوفوا هذاك القلب ممكن يجي هذاك القلب شويه يابس وتجي من برا فوندونت معليش البنات ديروها كي تبرد ديروها دون اون بواط غلقوا عليها وتشوفوها غد من داك الا ما ولاتش طراوات تولي طراوات تولي ما نقولكمش تري 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 فوندونت والبنة وبنة زمان هذه هي اللي تربينا عليها فوالا البنات ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وان شاء الله تكون عجبتكم ايضا بكل بساطه فوالا هاي لك البنات الغربيه تاع زمان كنا تاع صغرنا هذه هي اللي حبيت تجربها يجربها نروحوا دوق مثلا نكملنا ونروحوا جبت لكم حكايه الشربات البنات الشربات تاع القارص اللي في رمضان كامل الجزائريين يحبوه يموتوا عليه وكامل يعني ما كاش واحد اللي كاين دي جون سيختو لي زوم يحكموا طوموبيلات ويروحوا حتى البوفاريك وحتى البيدا يشريوا الشربات ديالهم راح نحكي لكم هذه القصه تاع الشربات وشنو هو الشربات منين جا يلا تبعوا معايا اذا تدل كلمه شربات هي كل مشروب طبيعي وهي الكلمه مشتقه طبعا من اللغه العربيه من كلمه شربة او شرب من العربيه بصح شربات نطقها هو اصله تركي دوك تشوفوها هي تركيه النطق والكتابه ومعناها شراب حلو المذاق مكون من عصير الفواكه لكن في الجزائر تدل خاصه على انه مشروب مكون الاساسي هو العصير الليمون او عصير ولا القارص كما نقولوا عندنا اشتهرت به مدن متيجه خاصه بليدا بوفريك منذ قرون وهو تانيك مشروب رمز لبلدان شمال افريقيا وشرق البحر الابيض المتوسط ودوك نحكي لكم حكايته دونك اول ذكر تاريخي لعصير الليمون كان في القرن 11 لما ذكر الفيلسوف والرحاله الفارسي ناصر خسرو عصير الليمون كان يباع في القاهره انذاك ويسماه قطر ميزات اوكي وهذا الشراب المنعش الموجود في البلدان التي دخلتها الدول العثمانيه كمصر العراق وطبعا الجزائر وكانت العاده ان يوزع هذا الشراب على الرعيه عند الولات واولياء العهد والامراء عفوا على الرعيه عند ولاده اولياء العهد والامراء يعني كان يوزعوه على الشعب ديالهم وعنده اكثر من مكون يعني ما كانوش يديروه غير بالليمون كان مكونات القرنفل العنب والقرفه الزنجبيل والتمر الهندي كان ايضا يستعمل هذا الشراب في التداوي بالامراض في الامراض الصدريه وامراض المعده والقولون يقال انه فيه 300 نوع من الشربات المختلفه يا جماعه لكن الاشهر هو المحضر من زهره الياسمين والزنبق وورود البنفسج يقال أنه في القرن الحادي عشر ظهر في الأندلس كتاب واسمه الشربات اللي فيه مختلف وصفات تحضير الشربات والعجائن المخمرة والمربى شوفوا هادو يعني لغوسات الليفر دو غوسات من وقتها يا جماعة الخير من القرن الحادي عشر بعدها انتشرت هذه الوصفات في كامل أرجاء أوروبا ودخلت كلمة شربات إلى قاموس الأكاديمية الفرنسية في سنة 1789 تحت تعريف شراب يتحول إلى سوربيه أي ماء مثلج ومنه خرجت كلمة سوربي طيب تعتبر هنا في الجزائر عندما استوطن النازحون من الأندلس سهل المتيجة نشروا وطوروا زراعة الحمضيات بمختلف أنواعها من أجل الفاكهة وخاصة من أجل أزهارها اللي كانوا يقطروها لتحضير ماء الزهر الشهير تعتبر الشربات البلدية من تقاليد المنطقة كان يسميها الأجداد شربات القارص تحضر تقليديا بمواد طبيعية وصحية طبعا القارص اللي هو عصير الليمون الماء المزهر سكر القالب عيدان القرفة والياسمين لتوفر مكوناتها الأساسية بالمنطقة معروفة منطقة البليدة يعني متيجة كامل معروفين بزراعة الياسمين والفل حيث كانت كل المنازل البليدية تحتوي على
على الأقل شجرة ليمون وشجرة الفلول ياسمين. وكانت مياه سيدي عبد سيدي الكبير العذبة تجري عبر شوارع وأزقة أحياء البليدة عبر سلسلة من قنوات والأعين. وكانت النسوة تقطرن الزهر في البيت طبعا للحصول على ماء الزهر الأصيل. الله الله، كما يعني هما تنيك هما ناس قليعة، ناس تلمسة، ناس قسنطينة، كانت معروفين بالتقطير. وكانوا في الماضي يضعون الشربات في الأواني الفخارية ولا القسطيرة التي تحافظ على ذوقها وبرودتها. تستهلك الشربات بكثرة في فصل الصيف وفي شهر رمضان طبعا لخفة مذاقها الرائع ولأنها منعشة جدا وتساعد على الهضم. يعني المزهر على فكرة يسهل بزاف على الهضم اللي يجيه كما يقولوا دوك لي زيغور، ولا يشرب شي مزهر طبعا لكن طبيعي طبعا يديروا في شيما ويشربوه ورجعوا لي الخبر. أجدادنا كانوا يبردوا قديما بواسطة الثلوج تاع جبالنا اللي كان يكدسها الجبيلية في مطامر ولا حفر عميقة يغطوها بأغصان الأشجار. وفي البليدة كانوا يشترون قطع الثلج من أحد مصانع باب الرحبة، وتحديدا عند بداية طريق الشريعة، ويوضع مزيج الشربات والثلج في آنية من الفخار وما يديروش المعدن، ويسكب في زجاجات ويغطى بقطعة قماش مبللة بالثلج كي يبقى باردا مدة طويلة خاصة في فصل الصيف الحار. شربات عنده أنواع مثل شربات الخطبة التي كانت تقدم عند الخطبة، والشربات التي تقدم للطفل عند صيامه لأول مرة والتي تصنع دون ليمون بالماء والسكر ومزهر القرفة، وتضع فيها العائلات خاتما أو قطعة نقدية من فضة ليكون إسلام الطفل صافيا صفاء إسلام أجداده. وكمتانيك زمان كانوا لما يزوروا الخطابة أي بيت تقدم لهم القهوة والحلويات، وفي حالة القبول تقدم الشربات بماء الزهر والقرفة والمعجون. يقال أن العروس تروح يعني الفعلة تروح تحل الشربات ولا تطلق الزغريت إلا إذا شرب من هذا الشراب المنعش اللذيذ. شوفوا العادات والتقاليد الجميلة جدا اللي للأسف راحت للأسف. أنا قلبي راه معمر يا جماعة الخير. ألو، ما زال الكثير من العائلات المنطقة تحافظ على التراث الجميل، منهم من يذهب حتى إلى الينابيع الجبلية للتزود بالمياه الصافية والباردة وصنع الشربات بعين المكان وفق طقوس الأجداد. اشتهرت بالمنطقة البليدية يعني شربات بوفاريك وما يسمى بشربات ميخي بالبليدة التي كان الناس يأتون من مختلف أنحاء الوطن لاقتنائها. لكن للأسف اليوم أصبحت الشربات تحثر بمياه ملوثة، ماء زهر كيميائي ما عنده لا طعم لا بنة لا ريحة، حمض الليمون الستريك المسرطن، السكر المكرر، الثوم الأبيض الذي يدمر الأجسام، وتخلط بما الله أعلم بماذا، وتصنع أين يعني وتوضع في أي كياس بلاستيكية لساعات تحت أشعة الشمس. ويزيدوا يديروا لكم نصف قطعة ليمون مجمدة ويحطوها تلعب داخل هذاك الساشي هذاك، لا ذوق لا همة لا حطة لا مرجع، كأننا ما عندناش يعني تموث حضاري، كأننا ما عندناش هاد. المهم حبابي ردوا بالكم، بنات خدموا وحدكم شربات ساهل ماهل ما فيه حتى حاجة، ديروا شوية قارص شوية ليمون، ديروا شوية عطر ماء الزهر، وإن كنا يعني حاولوا روحوا وين يبيعوا ومن الناس يقطروا، روحوا القسنطينة روحوا البليدة كاين، روحوا الناس برخادة مهم كاين مازال عائلات أغزمو كما يقولوا راهم يقطروا في الماء الزهر الحقيقي، جيبوا ديروا حاجة بطبع لكم شربوها لعائلاتكم، وخطونا يعني من هاد الحاجات الدخيلة عن عاداتنا والتقاليدنا الراقية، ويعني كما يقولوا الحطة تاعنا والهمة تاعنا. فوالا ان شاء الله ما استطعتكمش بزاف، ان شاء الله شكون تكونوا استفدتوا معايا. البنات اللي تحبوا الوصفة تاع الشربات كاين الانترنت راهو معمر بوصفات الشربات، اختكم برك اللي فيهم لاسيت سيتريك. أنا درت لكم واحد الوصفة العام الفاتلة حبيتوا تشوفوها، كاين وصفة شربات بكل بساطة ما فيها والو، إن شاء الله تجربوها، جربوا يعني لاغوسة تاعي ولا تاع أخوات واحد أخرين في اليوتيوب كاينين، ما ديروش برك اللي فيها لاسيت سيتريك، الله يرضى عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معا للمحافظة على التقاليد، والسلام عليكم ورحمة الله.